بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية، الدكتور جيسوب لي مدير مكتب تقييس الاتصالات، والآنسة دورين مارتن مدير مكتب تنمية الاتصالات، السادة نواب الرئيس ورؤساء مجموعات الدراسة ورؤساء فرق العمل ومقررين الفسطول، والسادة ممثلين الاتحاد الدولي للاتصالات، السيدات والسادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في الجلسة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. اجتمعنا في المرة السابقة قبل ما يقارب 3 سنوات لوضع الإطار العام للعمل خلال هذه الفترة على دراسة بنود جدول أعمال المؤتمر، وقمنا خلال هذه المدة بالعمل في فرق العمل ومجموعات الدراسة على دراسة أكثر من 25 بند ومسألة تم اقتراحهم في عام 2015 من قبل مختلف الإدارات، حيث تعمل الإدارات على إشراك جميع المعنيين في القطاع من مصنعين ومشغلين ومزودي خدمة ومستخدمين لخدمات الاتصالات الراديوية بهدف تنمية القطاع وتلبية متطلباته. وتتفق جميع الإدارات في نهاية المطاف على أهمية توفير البيئة التنظيمية المناسبة لتطوير القطاع. أيها السيدات والسادة، نحن نعمل على تنظيم وتنمية قطاع حيوي ومتغير بشكل كبير، ومع التطورات التكنولوجية الكبيرة أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم المحركات الرئيسية لتنمية الحياة وازدهار الشعوب. أصبحنا نتحدث عن المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. هناك حاجة ملحة أن يكون العالم على تواصل دائم، وأن يكون كل شخص وكل شيء على هذه الأرض أو خارج الكرة الأرضية يحصل على البنية التحتية اللازمة ليتواصل مع المنظومة المتكاملة التي يرسمها الإنسان للمستقبل. نعمل لتلبية متطلبات استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة. نعمل على ضمان توفير أحد الاحتياجات الأساسية لحقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة لكل شخص يعيش على هذا الكوكب. نحن لا نتحدث هنا عن بنود جدول أعمال المؤتمر، نحن نتحدث عن كيفية تطوير وتواصل الشعوب، نحن نتحدث عن مستقبل الإنسانية، وتعتبر هذه مهمة كبيرة جدا تقع على عاتقنا نحن كأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات. أيها السيدات والسادة، أمامنا مهمة واضحة، وهي أن نلبي المتطلبات الجديدة للقطاع بطريقة تضمن عدم الإضرار بالقطاع وبالخدمات القائمة. والوقت أمامنا يمر، نجتمع خلال هذه الأيام القليلة للنظر في مسودة التقرير التحضيري للمؤتمر. بجهودكم الكبيرة وبمساهماتكم في فرق العمل ومجموعات الدراسة تمت دراسة جميع المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وقمتم بتحديد مختلف الأساليب للوفاء ببنود جدول الأعمال. اليوم نحاول أن نوفق بين مختلف الآراء والحصول على التوافق قدر المستطاع حول كيفية حل هذه المسائل. هدفي من ترأس هذا الاجتماع
هو أن أعمل معكم قدر الإمكان لتقليص الأساليب المقترحة ومحاولة العمل على اختزال جميع الآراء في أسلوب وحيد للوفاء بكل بند من بنود جدول الأعمال، بحيث يكون الطريق أمامنا سهل وواضح عندما نلتقي مرة أخرى إن شاء الله نهاية العام الحالي في بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية. أيها السيدات والسادة، أتطلع للعمل معكم خلال هذه الأيام القليلة القادمة، وأتمنى للجميع اجتماع موفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.